ترجيح لكسر الدقة. كرة توصل لفيصل درويش، يتقدم الكرة معاه فيصل درويش، خذوهات محاولة، يا سلام فيصل يسدد، يا سلام جول مش معقول، جول على طريقة فيصل درويش، يا سلام يا ساتر يا لطيف. فيصل درويش موسيقار الرائد يتقدم، يلعبها على طول في مكان ولا أروع. نعم هذا هو فيصل درويش في مكان ولا أحرى بفريق الدراويش. هذه هي، شوف التمريرة كانت ولا أروع كذلك، يعني في مكان جميل وجميل جدا، وبالتالي يظهر لي من مرر هو حسن الطير، وطار فيصل درويش. هذا هو الآن، وعلى طريقة الدراويش يسجل فيصل درويش هدف التقدم لصالح